السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة متبخضاري. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم ضمن أطباق عيد الأضحى مرزية ناجحة 100%، سهلة بكل تفاصيل وبطريقة باش تجيكم ناجحة ولذيذة وبنينة، وممكن أنكم تحتفظوا بها المدة اللي بغيتوا. إلا عجبتكم الوصفة ما تنسوش أنكم تابوناو في لاشين باش تصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنسوش أنكم دعموني ملي لايك ديالكم وتبارتاجيو الفيديو مع العائلة والأصدقاء ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. فعلى بركة الله غادي نحتاجو بالنسبة للمكونات اللحم، الكمية على حسب الرغبة ديالكم. غادي نحتاج القرفة عواد، معلقة صغيرة السمن، معلقة صغيرة ديال القرفة يعني هكا كبرة، معلقة كبيرة ديال راس الحانوت، ثلاثة ديال الفصوص ديال الثوم، حبة ديال البصلة وكتبقى اختيارية مشلضة، شوية ديال الملحة، شوية ديال الابزار، شوية سكينجبير وشوية ديال الخرقوم، و الزبيب كيبقى بطبيعة الحال على حسب الكمية ديال اللحم. انا هنايا درت زلافة قل شوية. فعلى بركة الله غادي نجيب هكا واحد البانيو وغادي ندير فيه راس الحانوت، يعني غادي ندير فيه جميع التوابل. درت معلقة راس الحانوت، غادي نزيد الثومة محكوكة كما قلت لكم، ثلاثة ديال الفصوص او ثلاثة ديال الدروس، غادي نزيد معلقة صغيرة ديال السمن، نص معلقة صغيرة ديال القرفة، الملحة كتبقى على حسب الذوق ديالكم، شوية ديال الملحة، شوية ديال الابزار، شوية ديال السكينجبير، يعني السكينجبير تقريبا معلقة كبيرة، شوية ديال الخرقوم، وغادي نخلط هاد المكونات هادو مع شوية ديال زيت الزيتون. كتخلطوا المكونات مزيان حتى كيرجع خليط متجانس. بالنسبة لهاد العملية هادي ممكن انكم يعني يفضل انكم ديروها ليله قبل ما تطيبوا المروزيه، يعني تشرملوا اللحم في الليل عاد طيبوه في الصباح. انا هنايا ما كانش عندي الوقت فشرملت اللحم وخليته تقريبا مده ديال ساعه عاد باش طيبته. كتحاولوا انكم تدخلوا داك الترميله مزيان في اللحم ديالكم، وكما قلت لكم اقل وقت ممكن انكم تخليوه هو ساعه باش اللحم كتدخلوا داك الشرموله وكيجي بنين في المذاق ديالو. كل ما خليتي داك الشرموله في اللحم مده طويله كل ما كيجيكم اللحم كيجيكم فيه واحد البنه لذيذ اكثر. صافي هنا غادي نغطيه ونخليه كما قلت لكم اقل وقت وساعه. يفضل او من الاحسن انكم تشرملوه ليله قبل. صافي هنايا من بعد ما خليته ساعه غادي نجيب الكوكوط، غادي ندير فيها شويه ديال زيت الزيتون وغادي ندير فيها اللحم اللي خليناه كيتشرمل، يعني اللحم كيبقى على حسب الرغبة ديالكم. بالنسبة لداك الشرمولة اللي بقات في البانيو غادي نزيد عليها واحد شوية الماء وغادي نخلطو مزيان وغادي نديرو فوق اللحم. غادي ندير داك العويدات ديال القرفة وغادي ندير حبة ديال البصلة، يعني هذيك فقط حبة ديال البصلة مقطعة. البصلة بغيتيو تستغناو عليها، يعني الا كنتيو غادي تحتفظوا بالمروزية مدة طويلة فاستغناو على البصلة، حيت كما لاحظتيو ما درناش البصلة بزاف فقط بصيلة صغيرة. صافي هنا غادي نشد على الكوكوط وغادي نخلي عفوا اللحم يطيب على خاطرو، يعني على بطء مهيلة. هنايا من بعد ما طاب لي اللحم كما كتلاحظوا كتلقاو المريقة ديالكم عقدت، وفي نفس الوقت هكا كتقطعوا اللحم بالسكين كتلقاوه طايب. في هذه المرحله هذه كتزيدوا الزبيب، الزبيب بطبيعه الحال كتكونوا غسلتيوه،
وكتعاودوا تشدوا على الكوكوت، كتخليوه تقريبا واحد ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه على حسب شحال ديال الماء مازال لكم في الكوكوت. غادي نزيد معاه جوج ديال المعالق ديال السكر سنيده اولا ثلاثه، يعني السكر كيبقى على حسب الذوق ديالكم، على حسب نتوما الحلاوه اللي بغيتيوها تجي المريقه، واش بغيتيوها تجي حلوه ولا مالحه. صافي غادي نشد عليه وغادي نخلي الزبيب يطيب، ومن بعد ما غادي يطيب الزبيب غادي نستي اللحم وغادي نخلي داك المرقه كتشحر على خطره حتى كيبقى يعني حتى كتستنى الزيت، ونعاودو نتلاقاو باش نشوفو الشكل ديالها النهائي. اخواتي هنايا المروزيه ديالي طابت، غادي نديرها في الخطار، جات بنينه بلا قياس، وكما كتلاحظوا معايا كتجي معسله وكتجي يعني المرقه ديالها خاطره حتى كتستلكم الزيت. اهم حاجه انها خصها تستلكم الزيت باش هكا كتبقى لكم مده طويله في حاله ما كنتي وغادي تخليوها مده طويله. صافي هنايا غادي ندير فوق منها اللوز، وكما قلت لكم ما بغيتوش ديروا داك الحبه ديال البصله ما ديروهاش، فاللحم كيطلق داك الدغميره ديالو راسو بلا بصله. صافي هنا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال المروزيه بعد ما درت فوق منها اللوز، جات بنينه صراحه لذيذه بلا قياس، واللحم جا كيدوب في الفم. وكما قلت لكم اللحم باش يجيكم لذيذ ضروري انكم تشرملوه وتخليوه اقل حاجه هو ساعه، بغيتيو يجيكم مشرمل كثر ف وكان عندكم الوقت بزاف شرملوه ليله قبل ولا غدا عطيبوه. كيكون هذا هو الوصفه ديال اليوم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتقولوا لي في التعليقات كيف جاتكم. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تابوناو في لاشين باش توصل بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم دعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. نهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.